مالك اختي اللي استقبل امه على الفاتو. اعمل لها تمثال يلي طيبت قلبها فوق الخيال، اعمل لها تمثال اللي تعبت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جباها، اعمل لها تمثال يلي طيبت قلبها فوق الخيال. ومش نحكي كارت سور تابل، لا باش نقولها اسامه السلامي، قلت لك لعبت انا وياه وجولي او تليفون يا كلكو جور وكذا، وما تعرف احنا معناها اللاعبين السابقين والمحللين ونحكيو مع بعضنا وليد ونكلموا بعض. للاسف الشديد تجربه مالك باش توفى معنا اليوم، لانه مالك عنده تجربه جديده تنتظر فيه خارج تونس. حاب اقول لك حظ سعيد مالك في التجربه الجديده بتاعك، كنت بعد باه خل عايشك انت يا ابو منفور، عملت لك كادو، جبت لك الوالده بتاعك هنا البلاتو. ميرسي على الاخر، ما انت بالحق يمكن انا لا انا نحيي فيك الانرجي والنشاط والذكاء والخدمه اللي خدمناها مع بعضنا ملي بدينا في ستاد بلوس مونديال بلوس. ان شاء الله حظ سعيد مالك في التجربه الجديده نتاعك، وانا متاكد بانه باش تلقى نجاحات اكبر. مازلت صغير واكيد انه التجربه صغيره هذه علمتك، باش نجي نعاود نخدم معك في بلاصه اخرى ان شاء الله. ان شاء الله كانت هذه لحظات مؤثرة عشان الكل مع مالك. انت عديناك الدمعة، حبينا ناخذ الدموع اللي صارت في الزيميسيون كل. كنت تبكي وقتها ولا؟ والله اسمعني، شوف انا وقتها الحقيقة نحكي انفعلت، ما بكيتش، مش انفعلت بلوتو تفعلت مع الموضوع، ما لا ما بكيتش معناتها باش نحكي الحقيقة. حبينا نخدموا معك، حبينا نخدموا معك. لا لا ما بكيتش معناتها. نعطيكم الحقيقة تقال من الدوحة، ناخذوا المنتخب الأرجنتيني. منظمين في الدوحة كانوا حضروا زوز حفلات للمنتخب اللي باش يفوز.